العلماء رحمهم الله يفرقون بين رفع الحدث وزوال الخبث. زوال الخبث أمره واسع، أوسع من رفع الحدث، ولهذا القاعدة في زوال الخبث أن الخبث يزول بكل مزيل، يزول لأن الخبث عين مستقدرة شرعا، إذا زالت بأي مزيل طهر المحل. زال الخبث بالمسح، نعم، لا يشترط الماء كما هو مذهب الحنفية، وأحسن المذاهب فيما يتعلق بهذه المسائل هو مذهب الحنفية. فلو كان عندك بول على هذه الطاولة ومسحته كفى ذلك. الشمس تطهر النجس، ذيل المرأة يمر على المكان الطاهر يطهره. فزوال الخبث تطهير النجسات أوسع من رفع الحدث، فزوال الخبث هذا لا يشترط فيه الماء، لا تشترط له النية، بخلاف رفع الحدث فإنه يشترط له الماء ويشترط له النية